الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن البحث عن الله في الجمال، في جمال الوجود، جمال الطبيعة، جمال المرئيات، جمال المسموعات، النغم، اللحن، الإيقاع، الموسيقى، الشعر في إيقاعه، الكلام، الألحان، جمال الوجوه يا إخواني، جمال الروائح، الجمال، الجمال المطلق. تبحث عن الله، الله يقول لك ابحث عني في الجمال. هل لنا فلسفة في الجمال؟ هل لنا نظريات حقيقية في الجمال يمكن أن نصدرها للعالم؟ لا نعتني بهذا كثيراً، هذا القرآن، الله يقول لك هنا تجدني، هذه هي طريق الوصول إلي. أنت لا يمكن أن تصل إلي ذاتاً لا كالذوات، يستحيل، ليس لك سبيل، لكن عبر هذه المجال، عبر الكليات. ألفتكم أحبابي إخواني وأخواتي إلى نقطة فعلاً حين نلتفت إليها لها قدر هائم من التأثير الجواني فينا، قدر هائل تهز أوتار الروح. ما هو السر في أننا لا نشبع من الجمال؟ اسألوا هذا السؤال، نحن لا نشبع من الجمال، لا نرتوي من الجمال، وعلى فكرة لا نحصل على الرضا التام بالجمال. من أجل ذلك أنت تقرأ كتاباً مثلاً علمياً مرة أو مرتين أو بضع مرات ثم تمله تماماً، لكن تسمع إيه؟ أغنية تحبها مئات المرات في حياتك، أحياناً تنقضي حياتك وأنت إيه؟ تسمعها كل شهر والثاني تعود تسمعها. عظماء المطربين والمطربات الناس يسمعونهم باستمرار باستمرار، وبعد أن يموتوا اللوحات الجميلة الفنية تعرض باستمرار لمئات السنين والناس يتملونها. الطبيعة نفسها هي ترى نفسك في أحضان الطبيعة، منظر طبيعي إلهي جميل تلتقي فيه السماء بالأرض بالنبات بالحيوان مكونة لوحة إلهية جميلة، تشعر أنك تريد أن ترتمي فعلا في أحضان هذا العالم، تريد أن تحتضنه بين يديك، ولكنك أيضا لن تشبع، لن ترتوي، لن تشبع، لن ترتوي. لماذا؟ تريد أن تجوزه، تريد أن تجوزه إلى شيء آخر. على فكرة هذا الإحساس الجمالي أعتقد أزعم أنه هو الذي دعا البشر جميعا إلى أن يبدعوا جمال اللغة عبر أساليب المجاز. أيها الإخوة، المجاز اللغوي كالمجاز الجمالي، أنت تريد أن تجوزه، أن تعبره منه إلى شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ وهذا لماذا حين تسمع بمجاز في شعر أو في تعبير مثل عادي إنشائي أحيانا تدمع، يقشعر بدنه، تشعر بخشوع. ليس الموضوع بحد ذاته، لا، الطريقة نفسها، الطريقة نفسها توحي بشيء، توحي بشيء هو الذي جعلك تخضع لهذه المشاعر الداخلية الخشوع. لماذا الجمال الصارخ أيها الإخوة يشلنا أحيانا، يذهلنا عن أنفسنا ويدخلنا أيضا في حالة روحية؟ الجمال حين ترى وجها جميلا، جمالا صارخا، أو صوتا، الصوت، أصحاب الأصوات الصيطة الجميلة في المقامات العالية، لماذا حين يقفز إلى مقام عالي يقشعر البدن أحيانا وتسيل الدموع، تكف العيون فجأة؟ الذي يحصل هذا الصوت أيها الإخوة، هذه القفزة إلى تلك المقامات، يحاول أيضا أن ينجز مجازه، مجاز الصوت مثل مجاز اللغة الذي ينجزه المنشئ والشاعر. هنا المجاز، رغبتك في أن تحتضن الطبيعة ثم لا ترتوي، أنت تقوم بمجازك أيضا في التحسس الجمالي. كل هذا لأنه أيها الإخوة يشير إلى ما بعده. الله يقول لك هذا سبيل، طريق وسيعة وعريضة للتعرف إلي، للتعرف علي، للاقتراب مني. الجمال كما قلت سر تأثرنا بالمجاز، أننا نحاول دائما أن نتعاطى مع المجهول، أن نقترب من المجهول إلى ما وراء الأفق، ما يؤثر فينا الأفق البعيد، ونحاول دائما أيضا بالروح أن نستشرف أو نستطلع ما وراء الأفق، ما وراء ذلك الجبل البعيد جدا، ونشعر أيضا بخشوع. من الذي يفي بهذه المهمة؟ من الذي يقوم بها؟ أو ما الذي يقوم بها؟ الفن، ليس العلم. العلم يتعاطى مع الطبيعة، العالم الحسي، الفن لا، يتعاطى دائما مع الماوراء. لذلك جورج برنارد شو الأديب والمسرح الإيرلندي العظيم ماذا يقول؟ كلمة جميلة يقول، حين تستعمل المرآة
أنت ترى وجهك، وحين تستعمل الفن أنت ترى روحك.